في مباراة تانية في نفس الدوري هيستضيف أكيد المصري البورسعيدي فريق سلطات الموارد الأوغندي الساعة 7 على استاد اسكندرية في مباراة لا تقبل القسمة على 2، لأن اللي هيفوز فيها أكيد هيصعد للدور الثاني بعد ما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، ولكن في حالة أي تعادل إيجابي هيكون الصعود لصالح الفريق الأوغندي، وده اللي أكيد محدش فينا طبعا هيتمناه. مسؤولين المصري البورسعيدي حفزوا اللعيبة قبل اللقاء يعني، وقالوا لهم ووعدوهم إن هم يحصلوا على مكافآت مالية خاصة وفورية في حالة بلوغ ملحق دور ال 32 للبطولة، وده كان بناء على توصية من المدير الفني معين الشعباني ومدير الكورة عبد الحليم علي عشان يوجهوا رسالة للعيبة بتفيد بفرض الإدارة حالة من الاستقرار ووجود طموحات حقيقية بيسعى الفريق إن هو يحققها في الموسم اللي جاي من خلال المنافسة على مقعد في منطقة طبعا المربع الذهبي للدوري الممتاز، بخلاف طبعا المنافسة على لقب بطل الكأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الجديد 2021-2022. حرص كمان الشعباني على توجيه مجموعة من المهام المطلوبة من جانب اللعيبة، وعلى رأسهم أكيد تنفيذ الهجمات المرتدة بخلاف التسديد من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة للجوء لسرعة اللعب من لمسة واحدة من جانب لعيبة الوسط وفقا لوصايا المدرب للعيبة. كمان خليني أقول لحضراتكم دلوقتي التشكيل المتوقع للمصري بورسعيدي: في حراسة المرمى أحمد مسعود، في خط الدفاع كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شديد قناوي، في خط الوسط إيزيم ياكا، فريد شوقي، إسلام عطية، محمد عنتر، وفي خط الهجوم حسن علي وأوسن أموتو.